نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من وزارة التضامن اللي أعلنت أن مصر هتطلق أول استراتيجية وطنية للتطوع قريبا، وده ضمن استضافة مصر للاستراتيجية العربية للتطوع. وزيرة التضامن نيفين القباج أكدت كمان أن في تقدير كبير لهذا العمل وتحميله جزء من مسؤولية الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المجتمع الأهلي المصري، واللي أصبح مجتمع قوي بيعتمد على نفسه لحد كبير. عامة خلونا نعرف تفاصيل الاستراتيجية دي من أحمد سعدة، معاون وزيرة من دكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن لدعم العمل الأهلي. صباح الورد يا فندم. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الورد. طبعا يا فندم، هو في 5 ملفات هتضمنها الاستراتيجيه، فيا ترى لو نعرف ابرز تفاصيلها. الحقيقه هي الاستراتيجيه تم اطلاق المسوده الاولى ليها والاطار الاستراتيجي في الاجتماع اللي حضرته معالي الوزيره، وهي فيها 5 محاور. اول محور بيتكلم على تعزيز الجهود الخاصه بالعمل التطوعي على المستوى الوطني، وده نقصد بيه احنا عندنا جهات مختلفه بتشتغل على العمل التطوعي، مش وزاره التضامن بس، في عندنا وزارات شريكه، مجتمع اهلي، قطاع خاص. ولذلك الوزاره بتقوم من خلال المحور ده على تعزيز الجهود وتنسيق الجهود ما بين كافه الجهات اللي بتقوم بالعمل التطوعي. المحور الثاني بنتكلم على اهميه تطوير ميثاق للممارسات الجيده في اداره العمل التطوعي. والحقيقه ان النقطه دي نقطه مهمه جدا، وهي استحقاق قانوني خاص بالمتطوعين. جاء ذكره في قانون 149 لتنظيم العمل الاهلي، وان الميثاق ده هو بيضمن حقوق المتطوعين، لكن كمان بيضمن عدم حدوث اي ضرر نتيجه ممارسه العمل التطوعي على المستفيدين من العمل التطوعي. معلش ممكن نشرح اكتر ايه هو العمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو مقصود بيه كل عمل اللي بيقوم به الانسان او المواطن بدون مقابل في سبيل تحقيق هدف من اهداف التنميه اللي بتقوم على اساسها خطة الدولة أو خطة المؤسسة. أنا أقصد جوه الاستراتيجية الجديدة دي إيه أنواع العمل التطوعي؟ العمل التطوعي نقصد به هنا هو أي مساهمة بتتم في، على سبيل المثال، العمل التطوعي في مجال تعليم الكبار زي محو الأمية، العمل التطوعي في مجال التوعية، العمل التطوعي في مجال تقديم الخدمات الإنسانية. كل الأعمال التطوعية مختلفة. إحنا في سبيل ده ممكن اوضح في اليه الربط، وهو ده ممكن يوضح انواع العمل التطوعي. احنا عندنا الهدف الرابع من الاستراتيجيه، والاستراتيجيه رقم 4 بتتكلم على تطوير اليه لربط المتطوعين بالفرص التطوعيه. هو ده اللي احنا ممكن بنتكلم عليه، ازاي نصنف الاعمال التطوعيه ويبقى في توصيف وظيفي واضح لكل متطوع، ويبقى في فرصه عند المتطوعين ان هم يسجلوا نفسهم على المنصه بقدراتهم وامكانياتهم. يا ريت تقول لنا بقى ايه اليه التقديم للعمل التطوعي. بصي حضرتك، التقديم بالنسبة لنا حاليا قبل الاستراتيجية هو ان كل متطوع بيقوم بالتقديم على الجمعية او المؤسسة الاهلية اللي بيشتغل اللي عايزة تتطوع فيها، او لو هو موظف جوه شركة، لو هي عندها برامج للعمل التطوعي بتعمل اعمال مجتمعية بالتنسيق مع الوزارة، او من خلال الوزارة. الوزارة قائمة على الخدمة العامة، احنا عندنا اكتر من 100,000 مكلفة خدمة عامة موجودين في الوزارة. وزارة التضامن الاجتماعي بيقوم باعمال مختلفة مع الوزارة او مع وزارة التربية والتعليم من خلال البرنامج الخاص بالخدمة العامة. احنا التقديم حاليا احنا قايمين بنقوم دلوقتي بتطوير منصة. المنصة دي يقدم عليها المتطوع، بيسجل خبراته وامكانياته، وكمان الجمعيات او المؤسسات او الجهات اللي عايزة متطوعين تسجل بياناتها عليها وايه الفرص التطوعيه اللي لديها. ومن خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بيحصل توفيق ما بين الامكانيات والقدرات الخاصه بالمتطوع والفرص التطوعيه اللي موجوده عليه. طب يا فندم، احنا ابرز الملفات عندنا كانت حمايه ذوي الاعاقه في اوقات الازمات والكورونا، فهل ممكن نعرف تفاصيل اكتر عن الملف ده بالذات؟ الحقيقه احنا في شهر يعني قادرون اختلاف وذوي الاعاقه، لكن احنا واحنا بنتكلم على الفرص التطوعيه اللي بتتم في الموضوع ده، احنا عندنا يعني واحد من اهم الملفات وهي تقديم الخدمات المباشره ليهم، زي على سبيل المثال توصيل الاحتياجات الخاصه بيهم لغايه بيوتهم، وده قام عليها مجموعه من الجمعيات الاهليه، توصيل السلات الغذائيه او توصيل الاحتياجات الصحيه ليهم. في عندنا كمان حاجه مهمه جدا اذكرها، ان في اليوم 11/12 قامت معالي الوزيره بالاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين،
كان موجود في متحف القومي للحضاره المصريه، حضروا ممثلين عن جمعيات اهليه كثيره جدا، قدمنا انشطه مختلفه للمتطوعين. لكن الحدث المهم هو ان احنا اعلنا عن 6 فائزين بالجائزه الوطنيه للمتطوعين. الجائزه الوطنيه للمتطوعين هيصبح تقليد سنوي، التقليد ده بنعلن فيه عن فائزين في العمل التطوعي لافضل المتطوعين. هي واحده من المتطوعات اللي فازت في اليوم ده كانت متطوعه من البحر الاحمر، وكان دورها ان هي بتقوم بتوصيل انابيب الاكسجين للمرضى اللي محتاجين انابيب اكسجين لغايه بيوتهم. وهي الحقيقه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنشجع عليها، ازاي المجتمع يقدر ان هو يحدد احتياجاته ويبقى في متطوعين منه قايمين على توصيل الاحتياجات دي والتكافل منهم من بعضهم. طبعا بشكرك جدا دكتور احمد سعده، معاون وزير التضامن لدعم العمل الاهلي.